ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل العسير إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. مع الدرس 45 من دروس علامات الساعة وأهوال يوم القيامة، ودرسنا اليوم هو سنتحدث عن الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ذكرنا المحشر وما يحصل في المحشر، وذكرنا في المحشر أنه تتطاير الصحف، وذكرنا بأن كل الأنبياء يسألهم الله في المحشر ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسألهم الله تعالى عن قومهم وعن تبليغهم، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا يسأل هنا لا. ثم إن الله تعالى في المحشر وبعد تطاير الصحف وبعد أن يسأل الأنبياء، فهنا يأمر الله تعالى بنصب الموازين. لذلك الميزان هو قضية خطيرة جدا وجليلة، ونحن المؤمنون الموحدون نؤمن بالميزان ونعتقد اعتقادا جازما أنه لا يعلم عظمته وحقيقته إلا الرحمن الرحيم. وعلينا أن نعلم بأن الميزان توزن فيه الأعمال، أو يوزن فيه العبد، أو توزن فيه الصحف، على ثلاثة أقوال لأهل العلم، وسيأتي التفصيل معنا بعد ذلك. عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهذا يؤكد لنا أنه لا يعلم مقدار هذا الميزان إلا الرحمن الرحيم. ومعنى لوسعت يعني لوسعت كفتاه أو كفتاه السماوات والأرض، واللغتان صحيحتان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال أيضا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، يعني فمن ثقل ميزانه بحسنة واحدة أفلح وسعد. لذلك أيها المؤمن لا تحقرن من المعروف شيئا، فحسنة تدخل بها الجنة ويثقل الله بها ميزانك، وبسيئة واحدة تهلك ويخف بها ميزانك. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. لذلك فإياك أخي المؤمن أن تحقر عملا من الأعمال، فرب عمل صغير ينجيك الله به من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أما من تساوت حسناته مع سيئاته فهو على الراجح من قول جمهور أهل العلم من أهل الأعراف، وأهل الأعراف في مكان بين الجنة والنار. فأهل الأعراف هم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، يعني قعدت بهم حسناتهم فلم توصلهم إلى الجنة، فحسناتهم كانت أقل من أن يدخلوا بها الجنة ومن أن يحجبوا بها كذلك عن النار. فهؤلاء هم أهل الأعراف. فإذا نظر أهل الأعراف إلى أهل الجنة قالوا: سلام عليكم. يقول تعالى: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الآن سنعرف نصب الميزان. هل الموازين هي ميزان أم هو عدة موازين؟ الجواب: هنا يوجد خلاف. يقول تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ويقول أيضا: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان. لذلك يقال بأنها موازين، ولكنه ميزان لوزن الأعمال، والذي سيمسك الموازين كلها يقال بأنه هو سيدنا جبريل عليه السلام، هو الذي سيمسك الموازين كلها ومعه مساعدون. والموازين تنصب في أرض المحشر، لأننا لا نغادر أرض المحشر، لا نغادرها إلا إلى الجنة وإما إلى النار. وتوضع الموازين وينادى على العباد عبدا عبدا، ثم آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ينادى على عبد عبد، لأن اليوم أنا ذاك بخمسين ألف سنة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ثم ينادي مناد على فلان ويقول الملك: هذا فلان ابن فلان، من كان عنده من مظلمة فليأتي. فيقوم من الناس واحد ويقول له: أنت الذي سرقتني، أو أنت الذي أخذت مالي، وهكذا. لذلك لتسألن عن المخيط، والمخيط يعني عن الإبرة والخيط. والله أعلم على من ينادي المنادي، على الصغير أم الأكبر، فهذا لا أحد يعلمه، لا أبدا. لكن كل إنسان ينتظر حتى ينادى عليه، وهؤلاء كلهم سيسألون على الملأ صوتا وصورة. فهنا يمتد لهم من تحت العرش لكل واحد 99 سجلا، كل سجل طوله مد البصر، يعني لكل واحد 99 سجلا، سواء صغيرا أو كبيرا. ما الذي سيوضع في الميزان؟ الجواب: إن للعلماء ثلاثة أقوال في ذلك كما سبق. الأول:
قالوا توضع الأعمال من التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وحضور مجالس العلم والبكاء من خشية الله إلى غير ذلك من الأعمال. قد يقول قائل: كيف والأعمال أعراض وليست أجساماً؟ كيف يوضع التوحيد في الميزان؟ وكيف توضع الخشية والتوكل والرجاء والإنابة والتفويض والاستعانة في الميزان؟ أما الجواب على هذا، إن الله قادر على أن يحول الأعراض إلى أجسام وأن يضعها في الميزان ليثقل بها الميزان أو ليخفف بها الميزان بحسب الحسنات والسيئات. والأدلة على ذلك هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هيا أيها العبد المؤمن، ثقل ميزانك وأنت جالس الآن، فالله يحب هاتين الكلمتين. فهذا إذن هو عرض يوضع في الميزان ويثقل الله عز وجل بهاتين الكلمتين الجميلتين الحبيبتين إليه ميزان العبد المؤمن يوم القيامة. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. فهيا أيها المؤمن، أيها العبد المؤمن، حسن أخلاقك مع ربك ومع نبيك ومع زوجتك ومع أمك ومع أبيك ومع أولادك ومع جيرانك وموظفيك في العمل. حسن خلقك بكلمة جميلة وابتسامة حلوة. وإن لم تستطع أن تعامل الناس بكلمة جميلة أو ابتسامة، فكف أذاك عن الخلق، فإن ذلك من حسن الخلق. هذا لو كففت شرك عن الخلق، فكيف لو أدخلت السرور على قلب أخيك؟ وكيف لو رحمت ضعيفاً؟ وكيف لو بذلت الدواء لمريض؟ وكيف لو أخذت بيد أعمى لا يدري أين الطريق؟ وكيف لو عاونت يتيماً؟ إن هذا لمن عظيم حسن أخلاق المؤمن. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لذلك والله لا كرامة لهذه الأمة إلا بحسن الخلق. وهل تعلم أن البعثة النبوية تلخص في هذه القضية؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنها قضية الأخلاق، وعبادة بدون خلق لا ينتفع صاحبها من ورائها، وعلم بدون أخلاق لا قيمة له. فكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من خائف من الله وهو جريء على الله، وكم من تان لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. إذن فالقضية هي قضية خلق. يقول عليه الصلاة والسلام: وأن الله ليبغض الفاحش البذيء. وعن عائشة رحمها الله قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لذلك فحسن الخلق يوضع في الميزان ويثقل الله به ميزان المؤمن يوم القيامة. إذن فالعمل إن كان عارضاً فالله تعالى يحوله إلى جسم يثقل به الميزان. عن النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال:
كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما الشرق، أو كأنهما حصان من طير صوافة تحاجان عن صاحبهما. وفي رواية أخرى فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. لذلك فالقول الأول من أقوال أهل العلم في أن الذي يوضع في الميزان هي الأعمال. أما القول الثاني وهو أن الذي يوضع في الميزان هو العبد نفسه، إما أن يثقل به الميزان أو يخف، ولكن ليس بحسب الضخامة ولا السمن، لا، وليس بالنحافة والضعف، لا، وإنما بالإيمان والعمل الصالح، لأن موازين الدنيا تختلف عن موازين الآخرة، والناس في الدنيا لها موازين أخرى مختلفة عن ميزان الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لذلك رجل سمين ورجل عظيم له وضعه وله كيانه وله مكانة وله كرامة بين الناس، ولكن ليس عنده إيمان ولا تقوى، فهذا لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأن الله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعن ابن مسعود أنه كان يشتني سواكا من الأعراب، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. الله أكبر. رضي الله عن ابن مسعود، فهذه شهادة عجيبة له. لذلك فموازين الدنيا بالضخامة، أما موازين الآخرة فليست كذلك، إنما هي بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعن سهل قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. إذن يوضع العبد نفسه في الميزان. وهنا سؤال في غاية الأهمية، ألا وهو: ما هو وزني عند الله؟ هل فكرنا في هذا السؤال؟ وستقول أيها المؤمن: كيف أعرف وزني عند ربي؟ وأنا أقول لك:
تعرف ذلك بحالك مع أمك وأبيك ومع زوجتك ومع أولادك بأخلاقك وصدقك ووفائك وتقواك، فأنت تستطيع أن تقيس به نفسك وحالك. فيا أخواتي، حققوا التقوى التي يرضاها الله تعالى، ليثقل الله ميزانكم في يوم لا يثقل الميزان إلا العمل الصالح. فهذا هو القول الثاني، وهو أن الذي يوضع في الميزان هو العبد نفسه. أما القول الثالث، وهو أن الذي يوضع في الميزان هو صحف الأعمال، وهو أن كل إنسان ينتظر حتى ينادى عليه، وهؤلاء كلهم سيسألون على الملأ صوتا وصورة، فهنا يمتد لهم من تحت العرش لكل واحد 99 سجلا، كل سجل طوله مد البصر، يعني لكل واحد 99 سجلا سواء صغيرا أو كبيرا. وعن عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: فلا يثقل اسم الله شيء. هذا هو القول الثالث، وهو أن الذي يوضع في الميزان هو صحف الأعمال. لذلك فالقول الأول من أقوال العلماء في أن الذي يوضع في الميزان هي الأعمال، وأما القول الثاني وهو أن الذي يوضع في الميزان هو العبد نفسه، وأما القول الثالث وهو أن الذي يوضع في الميزان هو صحف الأعمال، لذلك لا يثقل في الميزان مع اسم الله شيء. يا ربي، أحينا على التوحيد، وتوفنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء إمام الموحدين وقدوة الموحدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد النبيين والمرسلين. يقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول تعالى أيضا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وعن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة 8 شاء. وعلينا أن نعلم أن التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي إن وضعت منه ذرة على جبان من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. فعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. لذلك فالإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فقط، فيجب الإيمان مع العمل. لذلك يقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالناس لا أحد منهم يستطيع أن يقدم عذرا واحدا يوم القيامة لله. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. الله تعالى يسمع دبيب النملة السوداء وهي تدب على الصخرة الصماء، فالله لا تخفى عليه خافية. وكما ذكرنا أن من أهل العلم من قال توزن الأعمال في الميزان، ومنهم من قال يوزن العبد نفسه، ومنهم من قال توضع الصحف في الميزان. ولكن عند الميزان توجد شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام لبعض الناس، توجد شفاعة عند الميزان. عن أنس بن مالك قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قال: قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. وهذه الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام عند الميزان. ولكن للنبي عليه الصلاة والسلام توجد أكثر من شفاعة، وليست شفاعته عند الميزان فقط، لا، بل له أكثر من شفاعة وأكثر من موقف في الشفاعة. وفي الدرس المقبل سنعرف أين ستكون شفاعة النبي، ومتى، وفي من يشفع، ومن الذي لا يشفع له، وسنعرف ما هي الشفاعة. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حبيب كل حبيب، ويا حاضر ليس يغيب، ويا أنيس كل أنيس، ويا مغيث ويا كافي ويا شافي، ويا من هو لجميع خلقه معافي، اكشف لي عما هو في نفسي خافي. سبحانك إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.